السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، فإن شرف الحديث ينال من طرائق عدة وأوجه مختلفة، ومن ذلك شرف من يتحدث عنه. وحديثنا اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. والحديث عنه يوافق كذلك موطنا عظيما أتى إليه وقدم صلوات الله وسلامه عليه، مؤيدا بنصر ربه. تأتي هذه المحاضرة في جامع الفرقان ببدر، والله عز وجل يقول: ولقد نصركم الله ببدر. تأتي هذه المحاضرة غير بعيدة عن موطن العريش الذي أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيوف تقطر، وغير بعيدة عن موضع الآبار التي ارتوى منها عليه الصلاة والسلام والسماء تمطر، وكل ذلك يزيد الأمر جلالا وهيبة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة عطرة نيرة، حياته كلها ذات أحداث عظام وخطوب جسام، ويكفيه أن الله عز وجل قال في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والمؤمن يعلم أن سيرته عليه الصلاة والسلام لا يكاد يجهلها مسلم، هذا يحيط بها كلا، وهذا يحيط بها بعضا، وهذا يحيط بها جزءا، لكن لا يوجد مسلم على وجه الأرض لم يقع على أذنه يوم، على سمعه ذات يوم، شيء من حديث وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يلزم القائل أمورا عظام، لكننا اخترنا أن نأتي إلى القرآن، فنأتي إلى الآيات التي ذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونجعل من تلكم الآيات طريقا إلى معرفة بعض سيرته وأيام حياته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن حال قريش أول بعثته صلوات الله وسلامه عليه، فسورة الفرقان سورة مكية. طرحوا تساؤلات عدة، منها قولهم كما أخبر الله عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. من حيث الصناعة البلاغية، قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام كناية عن بشريته، وقولهم ويمشي في الأسواق كناية عن تواضعه، أي أنهم تعجبوا من حالين من ضمن أحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام. الحال الأول: تعجبوا كيف يبعث الله عز وجل بشرا، وهذا التعجب كان في السابقين من قبلهم. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهم يقولون هنا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعلمون أن الملائكة لا تأكل، فهم كانوا يتمنون أن يكون الرسول الذي يبعث إليهم ملكا من الملائكة، وتعجبوا أن يكون فضل الله نعمته رحمته على أحد من الخلق بشرا مثلهم فيكون نبيا ورسولا. ولهذا كان أول أحوالهم الإنكار على النوع، على الجنس، أنكروا بشريته وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. القياصرة، الأكاسرة، الملوك الجبابرة، جرت سنة الله عز وجل فيهم منذ قديم الدهر، لا ينزلون الأسواق، يوجد من يكفيهم هذه المؤونة، لا يوجد ملك يقتات في الأسواق ويجمع الطعام لأهله،
ويأخذ القوت لأهل لذويه، وقد كانوا يعلمون ذلك عن غيرهم من الملوك، فقالوا متعجبين عن هذا النبي، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والمعنى المجمل للآية ما لهذا الرسول ليس بملك ولا ملك، ليس بملك ولا ملك، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إن كان ولا بد أن يكون بشرا فعلى الأقل أن يبعث معه ملك حتى يشعر الناس أنه صادق حسب دعواهم، حسب دعواهم. قال الله عز وجل لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، فالكنز هذا يكفيه أن يأتي الأسواق فيقتات منه ولا يحتاج إلى أن ينزل الأسواق كما ينزل غيره من عوام الناس، أو يكون معه كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذا أردنا أن ننيخ المطايا هنا لا بد أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال له ربه في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطي خصيصة الوحي، والوحي أعظم خصائص الأنبياء. ندرك جميعا أن العالم منذ آدم عرف مصلحين مفكرين قادة، لكن أولئك القادة والمصلحين والمفكرين وغيرهم من الزعماء يصيبون ويخطئون، يصلون إلى المقصود حينا ويغيبون عنه أحيانا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما يأتيه وحي السماء من الله وينزل به جبريل، وقد قال الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فبشريته لا تتنافى مع رسالته، فهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا، وهو أكملهم علما ودينا ورحمة وعلما بربه. وهذه البشرية من أجلها مرض كما يمرض الناس، ومن أجلها صلوات الله وسلامه عليه أصيب وجرح كما يجرح ويصاب من يخالط الحروب ويسكنها. وببشريته صلى الله عليه وسلم جاع، فتارة يجد ما يسد جوعا وتارة لا يجد. ولبشريته صلوات الله وسلامه عليه يحزن ويفرح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والمقصود كمال بشريته، لكن كمال بشريته يجمع إليه كمال رسالته وكمال نبوته، فهو خاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام إني لعند الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة من عمره الطاهر الشريف، بعد أن عرفته قريش ولم تعرف منه إلا أمانته وصدق حديثه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد قال الله جل وعلا عنه أنه يقيم الحجة عليهم بقوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فقد كان يحيى بين أظهرهم ويعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون أباه وأمه، يعرفون مسكنه ومدخله ومخرجه، فلا ينكرون عليه شيئا مما يرون، حتى إذا نبئ ضربوه عن قوس واحدة صلوات الله وسلامه عليه. والمراد من الآية وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قلنا إن دعوى أن الرسول يرد لأنه بشر دعوى قديمة، قال فرعون وقومه عن موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا، لكن القرشيين انتقلوا بعد ذلك بعد أنهم لم يجدوا بدا من أن يؤمنوا أنه بشر، قالوا إن كان ولا بد أن يبعث بشر فالأكمل أن يكون معه ملك كما دلت عليه الآية، ثم انتقلوا إلى حال أخرى قالوا إن كان ولا بد من بشر وليس معه ملك فلا يكون ذلكم البشر محمد بن عبد الله، وقالوا ذلك في الزخرف كما حكى الله عنهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي إن كان ولا بد أن يكون الرسول بشرا فليكن غير محمد بن عبد الله، فليكن عروة بن مسعود رجل الطائف المعروف أو الوليد بن المغيرة رجل مكة المعروف. قال الله عز وجل في الرد عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، فسر جمهور أهل العلم معنى الرحمة هنا بالنبوة،
وعندي أنها أشمل وأكمل من أن تفسر بالنبوة في هذا الموضع أو في غيره. والمقصود ترقي القرشيين، ثم إنهم قدموا إليه صلوات الله وسلامه عليه، فبعد أن ذكروا ما ذكروا من أنه عاب آلهتهم وسفه آباءهم وفرق جمعهم، قالوا له: هل من حظ تصنعه لنفسك؟ فإنك فقير، فهل إن كنت رسول الحق أن الله عز وجل يغيثك بجنات من نخيل وأعناب وأضراب ذلك مما يكون في بيوت الأثرياء وقصور الأغنياء؟ ثم قالوا له، والمقصود من القولين التهكم: هل نفعت قومك فجعلت مكة التي هي بلاد ضيقة جعلتها بلادا واسعة، جعلتها مثل الشام، فيها جنات ونهر، فيها جنات ونهر؟ ثم نزلوا وارتقوا إلى التهكم في دعواهم، فقالوا: إن كنت نبيا حقا فهل أنزلت علينا السماء كسفا؟ في الأول طلبوا ما هو نفع، ثم تهكما طلبوا ما هو ضر. فجاء القرآن يبين بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كما قلنا بشرية مقترنة بكمال الرسالة. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية الأولى التي منها يزدلف إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما أخبر القرآن عنه، عن هذا النبي الكريم والرسول الخاتم، قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الحجرات جمع حجرة، وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم، وهذا حق، إن الأصل أنه بيت واحد، لكنها حجرات متفرقات غير متباعدة بعضها عن بعض، سكن فيها أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. جاءه في عام 9 عام الوفود، فقدمت إليه وفود العرب تحقيقا لقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قدمت وفود العرب، ممن قدم وفد بني تميم. فلما قدموا إليه عليه الصلاة والسلام، كانت لهم سنة في سالف الدهر أنهم إذا وفدوا على الملوك كالمناذرة والغساسنة وغيرهم، أنهم يطوفون حول بيت الملك ويبينون رفعة شأنهم، كل ذلك يطلبون العطاء منه. فلما أتوا على تلك السنة الخالدة في أذهانهم وقدموا المدينة وكان فيهم سادتهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيلولته في حجراته، فدخلوا المسجد وبيت عائشة أم المؤمنين مطل على المسجد، وهم في المسجد رفعوا أصواتهم وأخذوا ينادون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زال فيهم بعد نوع من الجفاء، فأخذوا ينادون: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. فلم يخرج صلى الله عليه وسلم حتى فرغ مما هو فيه، ثم خرج عليهم، وأبوا أول الأمر أن يؤمنوا حتى ينافروه، والمنافرة في العرب أن يدعو خطيبهم وشاعرهم، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم خطيبه وشاعره، ثم أسلموا بعد ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود من الآيات أمور عدة نزدلف منها إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما أدخل آدم الجنة قال له: إن لك فيها، أي في الجنة، أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أعظم حقوق المرء على نفسه التي لو طلبها لا يعد طالب غير حق، أن يطعم وأن يسقى وأن يكسى وأن يكون له بيت يأويه. فحق أي مواطن على دولته أن توفر له هذه الأربع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا: إن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
ربنا عز وجل يقول عن آدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بنى حجرات أمهات المؤمنين، وعلم أنه لا بد لهم من بيوت يسكنون فيها. والله عز وجل لما ذكر حق الزوجة على زوجها قال: أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذا حق لها شرعا. فسكن صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات، وكل أحد يقطن بيتا، يقطن حجرات، يقطن دارا، يختلف الناس فيما يعمر به، تعمر به الدار، تعمر به الحجرات. عمرها صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عمرها بالوحي، عمرها بذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وفق من قال: بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم، صلوات الله وسلامه عليه. تلك الحجرات شهدت أشياء كثر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرقت تلك الحجرات امرأة ذات يوم، فخرج صلى الله عليه وسلم فسألها عن حالها وعرفها، فلما عرفها كأن أم المؤمنين عائشة شعرت بشيء، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنها أي المرأة كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، مما يؤمر به المؤمن، مما يقتدي به المؤمن في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن حسن تعاهد المرء لجيرانه، لخلانه، لأصدقائه، لرفقته، لأهل حيه، لغير ذلك ممن جمعهم وإياه، ممن جمعهم معه يوم من الدهر، أيا كان ذلكم الحال، يوم نعم، يوم نعمة، أو يوم بؤس، يوم صحة، يوم مرض، كل ذلك جدير بأن يفي الإنسان به. العربي الأول يقول: وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم. والشافعي رحمه الله يقول: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة، أي لو كانت هناك لحظة واحدة بينك وبين أخيك فيها من الود وجب عليك أن تفي بها. قال عليه الصلاة والسلام: إن حسن العهد من الإيمان. وقال يقول لعائشة عن تلك المرأة التي طلقت الدار: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، أي كانت تأتيني قبل النبوة، كانت تأتيني زمن أم المؤمنين خديجة، أي في مكة، وهو الآن يتحدث صلى الله عليه وسلم وهو في حجراته في المدينة. في تلك الحجرات جاءت امرأة مسكينة إلى أم المؤمنين عائشة، فاستطعمتها ومع المسكينة ابنتان، فأعطت عائشة أم المؤمنين تلك المرأة المسكينة 3 تمرات، فأخذت واحدة وأعطتها ابنتها، والأخرى أعطتها ابنتها الأخرى، وهمت بأن تأكل 3rd وترفعها الأم إلى فيها، فإذا بالفتاتين بالابنتين فرغتا من الطعام، فاستطعمتا أمهما، فقبل أن تدخل التمرة في فيها شقتها قسمين، وأعطت كل واحدة منهن شطرا، فعجبت أم المؤمنين مما رأت، وهذا في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى عليه الصلاة والسلام فأخبرته أم المؤمنين عائشة بما رأت، فقال وهو الصادق المصدوق عليه السلام، قال: إن الله قد أوجب لها الجنة بما فعلت، فالجنة قريبة لمن خلصت نيته، والجنة أبعد ما تكون لمن ساءت نيته. هذه المرأة أوجب الله له الجنة، أوجب الله لها الجنة بتمرة واحدة قسمتها بين ابنتيها، وليست التمرة في عرف الناس بشيء، لكن العبرة قبل أن تكون بالعمل تكون بالنية المصاحبة للعمل. ومن يصنع عملا أو يأتي معروفا وهو يتوخى القرآن في عمله ويريد وجه الله عز وجل به، فإن ذلك أقرب ما تكون خطواته إلى جنات النعيم. في تلك الحجرات درج الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، إذ كان منزل علي وفاطمة ضمن حجرات أمهات المؤمنين غير بعيد
عن حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحبهما ويعظم شأنهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وحب الإنسان لولده فطرة فطرها الله عز وجل في قلوب الناس، ورحمة أتاها الله عز وجل عباده. فكلما كان الإنسان رحيما ودودا بأهل بيته نال ذلك إذا تعاقبت الأيام وتوالت الأعوام واحدودب ظهره ووخطه الشيب وأصابه ما أصابه من الكبر، يرى أثر محبته لبنيه في برهم له. والإنسان متى ما زرع الخير وجد حصاده، وخير ما تزرعه من خير تزرعه في بنيك من مودة ومحبة وعطاء، ترجو بذلك وجه الله أنك تقيم حق الله عز وجل فيهم، فيؤتيك الله عز وجل أكل ما غرست أن يكون حصاده قريبا بين يديك تقر به عينك. والله عز وجل قال في حق الصالحين في حق المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في تلك الحجرات كان ينام صلى الله عليه وسلم، وقد حفظت أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أحاديث كثر في مسألة نومه، لكن يمكن إجمال ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام قلما ينام حتى يصلي ركعتين أو أربع، هذا قبل أن ينام، ثم يبعثه الله من نومه إذا شاء. فإذا قام صلى صلى الله عليه وسلم من الليل ما كتب الله له أن يصلي، وغالب صلاته يصلي مثنى مثنى، وربما سردها سردا ثم يوتر. فإن كان قد صلى مثنى مثنى يشفع بركعتين خفيفتين ثم يوتر بواحدة، وإن كان صلاها سردا يوتر في أخراها صلوات الله وسلامه عليه، ثم يضطجع يسيرا حتى يؤذن للفجر، ثم يصلي ركعتي الفجر، ثم يغدو يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وفيها روت أم المؤمنين لما رأت قيامه لليل قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكل ذلك في الحجرات. جاء هؤلاء الأقوام فنادوه: يا محمد إن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. ما زالوا على شيء من جفاء الأعراب وعلى جاهليتهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يكون على إطلاقه إلا لله. ثم كما قلنا هداهم الله عز وجل للإسلام. القرآن يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، ولم يقل كلهم، لا يعقلون. لكن نفي العقل هنا ليس نفيا كليا، فهؤلاء رجال سادة، وإنما المقصود في الصنيع الذي صنعوه. فعندما يراد أن يحكم على قول أحد لا بد أن يعرف سياق الكلم الذي أراده. فالقرآن لا ينفي عنهم العقل بالكلية، إذ لو نفي عنهم العقل بالكلية لأضحوا غير مكلفين، وهؤلاء سادة قوم، لكن المراد في صنيعهم ذلك لم يكونوا موفقين. ثم قال الله عز وجل: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم قال الله: والله غفور رحيم، مع أن الله لم يذكر توبة لهم، وهذا يدل على أن ما جنوه ما أتوه لم يجعله الله عز وجل أمرا ذا بال، لا لوضيع مقامه عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر منتفي، فمقامه الرفيع لا يكاد يجهله مؤمن، لكن المقصود جهل القوم بما صنعوا، لأنهم حديث عهد بجاهلية. وبنو تميم قبيلة عدنانية معروفة باقية إلى اليوم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما زلت أحب بني تميم لثلاث سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عنهم: هم أشد أمتي على الدجال. وهذا يقتضي لزاما أمورا، منها أنهم يبقون إلى خروج الدجال، والأمر الثاني أنه تكون فيهم كثرة، لأن لفظ هم أشد أمتي يدل على أنه يكون لهم يوم خروج الدجال سواد أعظم وقوة في أبدانهم وقلوبهم. والأمر الثالث أنهم
يعظمون شأن التوحيد، لأن الدجال لا يدعي أنه نبي، يدعي أنه إله، بخلاف من كان قبله من الدجاجلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عنهم: هم أشد أمتي على الدجال. وقال عنهم لما جاءته صدقاتهم، قال: هذه صدقات قومنا. فقال أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام أضافهم إلى نفسه، قال: صدقات قومنا. فالذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعظم حبه لبني تميم أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافهم إضافة تشريف إليه. والثالث قال أبو هريرة: إن سبية منهم كانت عند عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد أن بني تميم من ولد إسماعيل، والمراد بإسماعيل إسماعيل نبي الله ابن خليل الله إبراهيم، الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يزيد المؤمن معرفة بربه، ذلك أن المؤمن يحب ويبغض في الله. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر بني تميم وذكر سبب محبته لهم، ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وهذا الطريق الذي سلكه أبو هريرة مع بني تميم سلكه مع غيرهم. قال رضي الله عنه وأرضاه عن العلاء بن الحضرمي، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: أحب العلاء لثلاث رأيتهن فيه كلها تتعلق بالله. قال رأيته ركب البحر بفرسه. أبو هريرة غزا البحرين، فلما وصل الجيش إلى الخليج المعروف الآن على فرسه قطع الخليج والناس ينظرون، فعرف أبو هريرة وكان من جند العلاء أن هذا ما كان ليتم لولا كرامة العلاء بن الحضرمي عند ربه. قال: ثم مضت الأيام فكنا في فلاه مع الجيش والقائد العلاء بن الحضرمي، فلم نجد ماء نتوضأ أو نشرب منه. قال: فاستسقى العلاء، يعني سأل ربه السقيا، سأل ربه الغيث. قال: فأمطرت السماء فشربنا وارتوينا وتوضأنا واغتسلنا وصلينا. ثم مضى الجيش، ثم أحد أفراد الجيش نسي متاعه في المكان الذي سقوا فيه، فلما رجع لم يجد سحابة ولا ماء ولا مطر، فعلموا إنما سقوا بكرامة العلاء بن الحضرمي عند ربه. قال أبو هريرة بعد هذه الثالثة: وكنا معه، أي مع العلاء، في أرض فلاه، لأن الجيش يمضي من مكان إلى مكان، من موطن إلى موطن. قال: فمات العلاء ونحن بأرض قفر، ليس معنا ماء نغسله ولا نجد شيئا نحفر به الأرض لنواريه. قال: فأظلتنا سحابة وأمطرت، فشربنا وارتوينا وغسلنا العلاء، وأصبحت الأرض رخوة، فحفرنا له بأسيافنا قبره ثم واريناه فيه. فما زال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب العلاء بن الحضرمي له. وأنت إذا رأيت هذا علمت أن الله على كل شيء قدير، وأن المؤمن إذا عظم الله عز وجل في قلبه سخر الله عز وجل له خلقه. وكل ما تراه حولك في قديم الدهر وحديثه إنما هو تسخير من الله لمن شاء من عباده. قال الله عز وجل عن عبده داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ولما ذكر الله عز وجل عبده عيسى قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فالقضية كلها أولا وآخرا ومبتدأ وخبرا نعم من الله عز وجل يسوقها إلى من يشاء، وتسخير من الله بفضله على من يبتغي جل وعلا من عباده لصلاح سريرتهم وحسن طويتهم. هذا المراد في الحديث عن قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال الله عز وجل في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. أول فوائد الآية جملتان عظيمتان: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نقول أول فوائد الآية قبل تفسيرها جملتان عظيمتان: الأولى النبوة لا تدرأ الموت، النبوة لا تدرأ الموت. والجملة الثانية الأديان لا تموت بموت الأنبياء. الأولى النبوة لا تدرأ الموت، والثانية الأنبياء الأديان لا تموت بموت الأنبياء. هذا مجمل ما تريد الآية أن تبينه للناس. أما الآية نفسها فقد جاءت في سورة آل عمران بعد الحديث عن غزوة أحد. وفي يوم أحد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الأعظم لمصعب بن عمير، وكان يلبس المغفر، وقد قالوا تاريخيا إن مصعبا إذا لبس المغفر يكون أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ابن قمئة الليثي أحد فرسان قريش فضربه بالسيف وهو يظنه رسول الله، فلما ضربه بالسيف وقتل مصعب عاد عبد الله بن قمئة إلى قريش يقول قتلت محمدا. فنودي في الناس، نودي في الحرب، نودي في الغزوة، نودي في المعركة قتل محمد. فأصاب المسلمون الفزع وأصبحوا على ثلاث فرق. الذين يعنينا منهم الفرقة التي أحاطت بالنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم ثبتهم الله أن يبقوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أشيع في المعركة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. ثم إن كعب بن مالك رضي الله عنه عرف النبي عليه الصلاة والسلام من عينيه وهما يزهران من المغفر الذي كان يلبسه، فأخبر الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حي، فعاد الروح إلى أهل الإسلام في تلك الغزوة. أنزل الله عز وجل بعدها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما هذه نافية بالاتفاق، ومحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه به أهله، والذي سماه به جده عبد المطلب. وقد كتب الله عز وجل أن يلقي هذا في روع عبد المطلب ليسمي به ابن ابنه، رغم أن العرب لم يكن ذلكم الاسم شهيرا بينهم. جل أسماء العرب يوم ذاك كان عمرو، كان أكثر سواد الناس في ذلكم الزمان يسمون أنفسهم عمرو. تقرأ في التاريخ عمرو بن كلثوم، عمرو بن هشام، عمرو بن العاص، حتى في أمثالهم وأشعارهم يقولون يوم عمرو جزاك الله مغفرة، وهذا طويل لا نحتاج إلى سرده، ويسمون بأسماء أخرى، لكن لم يشع بينهم اسم محمد. فألهم الله عز وجل عبد المطلب أن يسمي النبي عليه الصلاة والسلام محمدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية بالاسم الذي لا يختلف الناس فيه على أنه هو الاسم الذي اختاره أهله له. فقال الله: وما محمد إلا، هذا استثناء لكنه يفيد الحصر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أي شيء يقاس بما قبله، يكون يجري عليه ما جرى على من قبله، يجري عليه ما جرى على من قبله. الله عز وجل يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، ويقول عنه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما دمت رسول فتجري عليك سنن المرسلين. والله عز وجل قال هنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. أما الرسل الذين قبله فأولهم نوح وهو أطولهم عمرا، وآخرهم قبل نبينا عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى بعضا منهم في رحلة الإسراء والمعراج، ولم يرى نوحا فيما نعلم، لأن نوحا لم يكن من السبع الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. ورأى عليه الصلاة والسلام رؤيا منام، رأى عيسى ورأى موسى، فوصف عيسى بأنه رجل ربعة يميل إلى الحمرة، ووصف موسى عليه السلام بأنه طوال آدم، يعني يميل إلى السمرة.
فهذان نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، ورآهما في رحلة الإسراء والمعراج، ورأى موسى عليه الصلاة والسلام قائما في قبره يصلي كما صح بذلك الخبر عنه. والمراد حديث الحديث إجمالا عن الرسل عليهم السلام. هؤلاء الرسل اتفقوا في ثلاثة أمور: اتفقوا في الدعوة إلى توحيد الله، وفي إثبات المعاد، وفي إثبات النبوات. فالتوحيد والنبوات والمعاد كل الرسل جاءوا بها، وكل الرسل قضى الله عز وجل عليهم الموت، إلا أن عيسى أجل موته، إلا أن عيسى أجل موته. الله يقول في القرآن: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والناس أي العلماء أكثروا ذا مذهبا وقولا في معنى الآية، فبعضهم يرى أن الآية فيها تقديم وتأخير، لأن العرب تقول إن الواو وإن كانت حرف عطف إلا أنها لا تقتضي الترتيب، فبعضهم يرى أن الآية معناها رافعك ومتوفيك. والصواب عندنا أن يقال إن معنى قول الله عز وجل إني متوفيك معناها أنني مستوفٍ نبوتك، مستوفٍ نبوتك. تقول وفيت الرجل حقه، أي أعطيته إياه كاملا، كتب الله أن ينزل عيسى وسينزل. فحتى ينزل عيسى ويصدق قول الله، وقول الله صادق، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حتى يكون صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا بد أن ينزل عيسى ابن مريم وهو غير نبي، لأنه لو نزل وهو نبي لأصبح إشكال في الآية وإشكال في قوله عليه السلام، إلا أنه لا نبي بعدي. فعيسى عليه السلام تمت نبوته واستوفاها واكتملت، فبعد أن استوفى الله نبوته واكتملت وتمت رفعه إليه وهو غير نبي، النبوة بحقه تمت. ثم هو في السماء الثانية لا تجري عليه أحكام الزمان، ومعنى لا تجري عليه أحكام الزمان أي لا يطول عمره ولا يحدودب ظهره ولا يخطه شيب، يبقى على حاله حتى ينزل عليه السلام حكما عدلا. هؤلاء الرسل قبل نبينا عليه السلام. قال ربنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. والمعنى النبيون والرسل قبله، منهم من مات ومنهم من قتل. فإن يحيى بن زكريا عليه السلام مات مقتولا، والله يقول عن أنبياء لا نعلم أسماءهم، قال عن بني إسرائيل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالله يقول عن بني إسرائيل إنهم قتلوا جمعا من الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فيقول ربنا عز وجل هنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الذي يستل الآن من الواقعة نفسها أن ذلك عندما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أثر ذلك على المسلمين، رغم أنهم كانوا أجلاء الصحابة. وفي وقتنا هذا، في أيامنا هذه، نعلم أن بلادنا عزها الله ونصرها تخوض ما يعرف بعاصفة الحزم، فأعظم ما ينبغي على الناس أن يجتنبوه أن لا يصدقوا ما يذاع ويشاع مما يراد به تفريق الجمع أو تثبيط العزم أو تهوين الحرب أو غير ذلك مما يريد العدو بثه حتى يوهن العزائم، رد الله عز وجل عليهم كيدهم في نحرهم. هذه حرب موفقة، لأن المراد منها درء مفسدة أعظم. والناس من قديم الدهر عقلاؤهم يعلمون أن الإنسان إذا زاد حلمه يعدون ذلك ضعفا وخورا وعجزا. النابغ الجعدي يكنى أبو ليلى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود فقال تذكرت شيئا قد مضى لسبيله ومن عادة المحزون أن يتذكر
ندمايا عند المنذر بن محرق أرى منهم اليوم جانب الأرض مقفرة، إلى أن قال: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. قالوا: عاش 150 عاما لم يسقط له سن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. موضع الشاهد من الخبر أن هذا الرجل الحكيم الصحابي الجليل قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. فالإنسان يحتاج على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدول أن لا يظنن أحد أن حلمه عجزا وضعفا وخورا، فلا بد له من فعل وحزم وعزم ينفي ذلك عنه. يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا مما تورثته العرب من حكم مأثورة، والواقع أعظم، والواقع أعظم الشهود. نعود إلى ما نحن فيه. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله عز وجل عن هذا النبي الخاتم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا حقيقة، رؤيا بصرية، ورؤيا يراها الإنسان في منامه. فالإسراء والمعراج ليس رؤيا منامية، وإنما واقع حق وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عنه كثيرا ولا حاجة للإعادة. لكن نأتي الآن لبعض ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. رأى أقواما يمرون عليهم قمص، جمع قميص، فهذا قميصه إلى ثدييه وهذا قميصه إلى كعبيه، أي يختلف حالهما. ثم رأى فيما رأى في منامه، رأى عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قيل له: يا رسول الله، ما أولته؟ قال: الدين. العرب تكني بالثوب عن الطهر، وثيابك فطهر. وأبو تمام يقول: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غدا ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. المقصود هذه شهادة نبوية لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بتمكن الدين منه وفيه. وقد دلت سيرته رضي الله عنه في أيام زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيام أبي بكر ثم في خلافته رضوان الله تعالى عليه على تمكن الدين منه. والإنسان إذا رزقه الله عز وجل دينا متينا يحجمه عن المعاصي ويجعله ذا ورع عن أموال الناس وأعراضهم ودمائهم، كما كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، رزق خيرا عظيما. وقد مر معكم بلا ريب الكثير والكثير مما دونته كتب السيرة والشمائل والتاريخ والتراجم عن سيرة هذا الإمام المبارك والصحابي الجليل والخليفة الراشد. رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: نمت فرأيتني، أي في المنام، فرأيتني في الجنة فإذا بقارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. قال العلماء أو قال الرواه وقالت عائشة: وكان أن حارثة أبر الناس بأمه، بر الوالدة يدني من جنات النعيم بل يجعل الإنسان في المكان العالي منها. فهذا نبي الأمة ينام فيرى في المنام أنه في الجنة، وأنت تعلم أن الجنة ليست دار عبادة، لكن ما يكون فيها يكون تلذذا لا يكون تعبدا. فسمع قارئا يقرأ، وغالب الظن أنه يقرأ القرآن،
فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا في المنام، من القارئ؟ فأخبر أن هذا صحابيا جليلا اسمه حارثة بن النعمان من بني النجار من الخزرج من الأنصار. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر حارثة بأمه، وكأن ألقي عليه نفذ في روعه وهو في المنام أن هذا بسبب البر، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر. قالت عائشة: وكان أبر الناس بأمه، أي كان حارثة أبر الناس بأمه. وقطعا ذلك لا ينفي بر الوالد، فبكل وصى الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما أن مما رأى صلى الله عليه وسلم حديث طويل نأخذ بعضه: إذ جاءه الملكان جبريل وميكال، ثم طاف به على أحوال أهل القبور، كل ذلك في رؤيا حق رآها صلى الله عليه وسلم. فمما رأى وعبر في آخر الرؤيا أنهما رأى رجلا يشدخ بحجر في رأسه، ثم أول ذلك له بأن ذلك الرجل كان يتثاقل عن الصلاة. ورأى صلى الله عليه وسلم، عاذنا الله وإياكم، الزنا والزواني في تنور، ضيق من أدناه عالم، ضيق من أدناه واسع من أعلاه، وأنهم يتضاغون فيه. فلما سئل أخبر أن هؤلاء هم الزنا والزواني. ورأى صلى الله عليه وسلم مالكا خازن النار، ورأى أباه إبراهيم وحوله ولدان، وعلم من ذلك أن هؤلاء ولدان المسلمين. ورأى صلى الله عليه وسلم أباه آدم، كل ذلك في تلكم الرؤيا. والمراد من ذلك كله أن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما قاله عليه الصلاة والسلام وبثه لأمته في الرؤيا مما يعمل به ويقتدى به ويتناقله الأخيار، وعليه وبه تمضي السنة ويتم العمل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يريه الله إلا ما هو حق. ورأى صلى الله عليه وسلم قبيل أحد ثلمة في سيفه، فأولت بأن عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه يقتل في تلك المعركة، ووقع هذا، لأن سيف الرجل به يذود الإنسان عن نفسه، وحمزة عمه وعصبته، فالثلمة في السيف قتل لأحد عصبته، وكان حمزة يوم ذاك رأس بني هاشم رضوان الله تعالى عليه. والمراد من هذا كل معنى قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. المراد أيها المباركون بعض الآيات المتعلقة بسيرته وحياته وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله في حقه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه جاءت بعد الحديبية، والحديبية موطن قبيل مكة، وهو ما يعرف اليوم في طريق جدة إلى مكة ويسمى بالشماسي. خرج عليه الصلاة والسلام محرما من المدينة لا يريد إلا العمرة، وذلك في السنة الثالثة من هجرته، ومعه 1400 من أصحابه. ثم إن قريشا علمت بهم فتعاهدوا أن يصدوه وأصحابه عن البيت. ثم إنه لما أراد أن يصلي بأصحابه جاء خالد بن الوليد، وكان يومئذ كافرا، ففاته أن يغزوهم وهم يصلون. فقال خالد لأصحابه: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، يقصد صلاة العصر. فأنزل الله عز وجل حكم صلاة الخوف، فرغب عليه الصلاة والسلام أن يغير الطريق، فاسترشد بأحد من معه فدله رجل من أسلم على طريق آخر، وإلا الأصل أن الغادي من المدينة إلى مكة لا يمر على طريق جدة. فالطريق لما غيره ذلك الصحابي فرارا عن الطريق المعهود دخل عليهم من تلك الناحية حتى نزل صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فلما نزل في الحديبية بعث أخبر أن الماء فيها قليل، فأعطى سهمه لصحابي يقال له ناجية، فوضع السهم في البئر، فجعلها الله عز وجل تخرج ماء أعظم، فاستقى الناس. ثم أخذت قريش تفاوضه، فمما بعثته رجل من الأحابيش وكانوا يعظمون الهدي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الهدي ليراه الرجل،
فلما رأوا أثر فيه ورجع إلى قريش وعنفهم، فقالوا سحرك محمد، وما زالوا معه حتى بعثوا إليه سهيل بن عمرو. والعبرة بالخواتيم. سهيل قاتل في أحد، قاتل في بدر وأسر ولم يمت، وجاء في الحديبية يتحدث باسم أهل الشرك. فلما اتفق سهيل ورسول الله اتفق على كتابة الصلح بينهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وكان كاتبه: اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: اكفف، أي توقف، لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: امحوا، فأبى علي أن يمحوها. ليس من الفعل الحسن أن يمحو علي اسم رسول الله، وأبى أن يمحوها حتى لا تصبح كأنها باب شر له. فقال عليه الصلاة والسلام: دلني عليها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فمحاها، فكتب علي: هذا ما صالها عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان سهيل وهو قادم قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وسهيل هذا كان من فصحاء قريش ورجالاتها المعدودين. وكان قد هسر، فلما أسر قال عمر يوم بدر قبل هذه الواقعة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أكسر ثنيتي حتى يصبح أهتم لا يستطيع أن يتكلم، تذهب قدرته في الخطابة. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فلربما قام مقاما تحسده عليه. فعاد سهيل، ولم يفطن سهيل للمعنى، الأمور تجري بقدر الله. ثم حضر سهيل ذلكم الأمر وأبى أن يكتب محمد رسول الله، كتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله اسمه واسم أبيه سهيل بن عمرو وباقي بنود الصلح. ثم رجع سهيل إلى مكة وأخبر قريشا، فلما لم يعترف سهيل ومن معه نزل جبريل بقول الله: محمد رسول الله. صده أهل الأرض فقبله أهل السماء. امتنعت قريش أن تعترف له بالنبوة والرسالة، فأنزله الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: محمد رسول الله. وفي خبر الحديبية أمور كثر قد تصلح لزماننا هذا، وأن الإنسان لا يدري ما العواقب. فأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، فإن سهيلا أسلم بعد ذلك، ولما أسلم عاد إلى مكة، أي أنه بايع وأسلم وعاد إلى مكة. فلما عاد إلى مكة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، كان على مكة يومئذ صحابي جليل صغير السن، جعله النبي عليه الصلاة والسلام على مكة. فلما رأى أن العرب ارتدت وقريش بعضها ارتد توارى، فقام سهيل بن عمرو فمنع قريشا أن ترتد بخطبته، قال: يا معشر قريش، لقد كنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من بدل، لقد كنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من بدل. فلما قالها كأن كثيرا من قريش قرت أعينهم بقوله. فهذا هو الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لعله يقوم مقاما تحسده عليه. والعاقل من يستبقي من حوله ليوم ينفعه فيه، العاقل من يستبقي من حوله ليوم ينفعه فيه، فإنه قد يضرك اليوم أو لا ينفعك، لكن من الكمال والعقل والحكمة والفطنة والكياسة والسياسة أن تستبقيه حتى يأتي يوم ينفعك الله عز وجل به في ذلكم الموطن. والمراد ما كان من سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: محمد رسول الله.
مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية قوله جل وعلا عن المؤمنين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة: رحماء بينهم. فالمجتمع المؤمن مجتمع متراحم، يقيل العثرة، يقبل العذر، يسود فيه العفو، يتحاب فيه الناس. لا يكون المؤمن متجرئا على دماء المسلمين، على أموالهم، على أعراضهم، يحب لهم الخير، ينشد لهم الفلاح، يبتغي لهم العزة، كما وصف الله عز وجل عباده الأخيار والأتقياء الأبرار الذين سادوا في أول الدهر وهم في المقام الأول، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. من الآيات التي دلت على بعض من أحوال سيرته صلوات الله وسلامه عليه أن الله عز وجل قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. معنى قوله جل وعلا ولا تمنن تستكثر: الإنسان إذا كان ذا مال له طرائق في تنمية ماله، منها ما يعرف بالبيع والشراء، وهذا أباحه الله، ربنا يقول: وأحل الله البيع. ومنها على النقيض أن يقرض قرضا ربويا، وهذا حرمه الله، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وطريقة وسطى بينهما أن يأتي الإنسان بماله فيهدي من ماله إلى رجل ذي ثراء، وهو يرغب في أن ذلك الذي أهدي إليه أن يرد لك المال، يرد لك الهدية بأعظم وأوفر، كمن يهدي للملوك، كمن يهدي للأمراء، كمن يهدي لكبار التجار، يطمع في أن يكافئوه على هديته بما هو أعظم. هذا معنى قول الله ولا تمنن تستكثر. والمعنى أن هذا قد يقبل من أحد الناس، قال الله عز وجل في سورة الروم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ليس المقصود هنا الربا المعروف المحرم، وإنما يرى المراد الهدية التي يعطيها الإنسان لغيره رجاء تعود عليه بأعظم ثمنا وأجل قدرا وأكثر مالا. فهذا قد يصلح لي ولك، لكن مقام النبوة أعلى من ذلك وأجل، لكن مقام النبوة أعلى من ذلك وأجل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه ولا تمنن تستكثر، فمنع الله عز وجل نبيه أن يسعى لهذا، لأن الله عز وجل قد تكفل به يرزقه ويؤيده وينصره، وقد كان ذلك، فإن الله قد أخبر في كتابه أن هذا النبي كان يتيما فآواه، وكان ضالا فهداه، وكان عائلا فأغناه صلوات الله وسلامه عليه. من الآيات التي أخبر فيها صلى الله عليه وسلم، ذكرت أيامه، ذكرت بعض أحواله، تحدثت عنه صلوات الله وسلامه عليه، قول الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر الثقل، والعرب تقول لمن يحمل ثقل أحد يسمى وزير، وفي دعاء موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فبعض أهل العلم حمل هذه الآية على ما جاء في القرآن من أن الوزر هو الذنوب، فجعلوا هذا مرادفا لقول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعندنا والعلم عند الله أن المراد ثقل أمانة الدعوة يحمله الله عنك، والمراد يؤيدك الله، ينصرك، يعينك، حتى تقوم بالأمر على أكمل وجه ونحو أتم، وقد كان ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعض ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله في هذا اللقاء المبارك في محافظة بدر. جزى الله القائمين على المكتب التعاوني فيها خير الجزاء، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله بالسر والعلن وخشيته في الغيب والشهادة، وإعانة هذه المشاريع الخيرية والأوقاف المباركة التي يقوم بها هذا المكتب، والتي المقصود منها أولا وأخيرا الدعوة إلى الله عز وجل. ما فات من حديث ما لم نقف عليه لعلنا نجيب فيه عن أسئلتكم، فيزداد الأمر نورا إذا أراد ربنا. هذا
كما قلت ما أعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.